انت مجنون؟ انت رايح تهدد شريف؟ اهو اللي عملته جه على دماغنا. احنا اتفقنا وانت وافقتي ان انا اتصرف. والاتفاق خلاص انتهى. مش عايزه اشوف ادم في المكتب تاني. انا اسف فريده. اسف يعني ايه؟ يعني مش هرفض ادم. اوكي انا هرفض ادم. انت قلتيني ان انت هتعتبري ان انا ما كنتش اعرف، وانك هتديني فرصه اتاكد واعرف واخد قرار. وانا بقولها لك فريده، انا كنت عارف معينته. هتعملي ايه؟ هترفضيني؟ هو انت بتلوي دراعي؟ مش بلوي دراعك، بس بحاول اخليكي تفكري صح. لو ادم مشي انا همشي. اوكي يا سيدي امشي. وهتعملي مع شريف زيدان؟ لو مشيت هيعرف ان في حاجه حصلت، ومش هيهدى غير لما يعرف. تفتكر هيكون ايه موقفك لما يعرف انك كنت عارف موضوع تعيين ادم وساكته؟ هتبقى مصيبه. لو ما كنتش عارفه هتبقى مصيبتين. في الحالتين شريف زيدان مش هيهدى غير وانت بره المكتب ده. مش هيعرف يعمل حاجه، انا شريكه في المكتب. وهو كمان شريك. انت مش هتعرفي تقفي قصاد شريف زيدان من غيري. انت محتاجاه لي، وانا مش هستغنى عن ادم.